الدكتور أحمد إبراهيم، استشاري الجراحة العامة وجراحات الشرج، عيادات جراحات كلينيك. أهلا بكم. الحقيقة النهاردة حوار مثير ومهم جدا. خلينا نبدأه بأنه إحنا عندنا ثقافة، أعتقد مش ثقافة، أسلوب يعني مغالط ومش علمي وخاطئ تماما في التعامل مع الذهاب للحمام أو فترة الحمام. في كارثة مهمة جدا دلوقتي اسمها الموبايل. الناس بتدخل الحمام، مفروض تدخل الحمام عشان تعمل حمام. إيه الفقاقة دي؟ جبت التايه أنت؟ لا، دلوقتي في ناس بتدخل الحمام هروبا من اشياء كثيره جدا. واحد متجوز متخانق مع مراته، او في دوشه، في خناقه بره، العيال عاملين دوشه، فيدخل الحمام يقعد يكسل، يعني يقعد بقى فتره شويه كده، بيمسك الواتساب، بيعمل رساله لحد صاحبه، خليني يعني نيتي كويسه، مش عايز يعملها وسط الناس، فقعد في الحمام شويه. وطبعا قاعد عشان لو يعني حد خبط ما يلاقوش واقف في ركن ولا قاعد. لا، قاعد فوق الحمام، يعني قاعد الحمام. طيب، قاعد ناس تاني، خلينا يا سيدي بنيه صافيه، بلاش القلب الاسود يعني اللي شبه الجاك بتاعك ده. واحد دخل قاعد في الحمام وسرحان على الفيسبوك، سرحان، ما اللي يقلب الفيسبوك ده يخليك تسرع؟ ده انا يعني انا من قيمه يومين كان ورايا مشوار مهم، فقعدت كده قبل ما انزل المشوار، قلت ما بص بس اشوف الفيسبوك بيحصل فيه ايه. كل يومين ثلاثه ادخل كده مره، فببص الميعاد فات نص ساعه وانا قاعد في مكاني ما اتحركتش. نص ساعه قعدت، عدت ازاي نص ساعه دي ما اعرفش. ففي الحمام بتحصل، الواحد ياخد موبايله معايا نص ساعه. في ناس بيحللها انها تشرب سيجاره، في ناس بتقعد. القعده الطويله دي من الاسباب الرئيسيه للاصابه بالبواسير. طبعا الراجل اللي بيعمل تكستنج في الحمام من ورا مراته لاي حد يعني يستاهل اصابه بكل حاجه خير، بكل خير يعني. بصوا، نداء للستات، الراجل دخل الحمام قعد فتره طويله جوه الحمام، لازم تقلقي، ما تبقيش طيبه، ما تبقيش كده يعني على نياتك. خبطي، شوفي، مش اسمعي صوت، ما هو مش بيتكلم، هو بيعمل ايه؟ ما الواتساب ده ابن لذينه، انا جاي اهدي النفوس. ضيف العزيز الخبره العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم، استاذ الجراحه الرائع وصاحب الحوار الممتع، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. بتضحك عليا بصراحه، يعني ده كلام جميل جدا. انا ما بقعدش في الحمام فتره طويله على فكره، وقاعد زي الفل وكله شغل، ورايح من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، يعني والله مشواري واضح. انت نموذج لل يعني من الشغل للبيت وما بقعدش، يعني اصل برضه خلي بالك ان الحمامات دلوقتي برضه يعني بقت شكلها شيك وحلو. يعني في حمامات تخيل الواحد يقعد فيها. يعني مش زي زمان، يعني كان زمان كان التويلت كده كنت تحس ان هو اسطمبه واحده، فاكر انت اللي هو انس في حمامك القديم ده ابيض، كان الاسطمبه دي الابيض، الاشاني الابيض. لا ده دلوقتي راح اجيب اشاني، ما هو ما فيش غيره ابيض. لا دلوقتي الوضع اختلف طبعا، ده في حمامات دلوقتي مساحتها كبيره، يعني بتتكلم في 50 و60 و70 متر كم في الحمام، يعني اللي هو بعد ده انا بحب الحمام اللي هو اللي انت قاعد برنس يعني، فانت مش هتخرج من جوه. ده في ناس حاطه تلفزيونات يا باشا. انا دخلت اوضه في الحمام وعملت حمام عادي. يعني اللي هو اللي انت قاعد باشا يعني. ماشي، ده موجود. بس طبعا يعني برضه هي الفكره في ايه بقى؟ احنا عندنا برضه مشكله في فكره اللي احنا التويليت للتويليت. عايز تلعب في حته، عايز تستخبى من مراتك استخبى، عايز تنزل تقعد مع اصحابك على القهوه. انت عارف في دراسه اتعملت على انه في انجلترا، في انجلترا قريتها انت، الرجاله بتهرب جوه الحمام من مشاكل البيت. ده حقيقي فعلا. بس يعني بلاش 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 تقعد على التويليت، يعني بلاش تقعد على القعده، يعني املى بني، املى البني واقعد فيه. الله، بس الله يعني خليك برنس بس. يعني بلاش، يعني حتى لما حد يسالك لا ده انا كان ظهري وجعني وقعدت في البنش. الله عليك، يعني انت قاعده في اي نصبايه بس. بلاش القعده دي، اصل القعده دي اخرتها وحشه. لا طبعا، هي البانيو اللي فيه الميه السخنه وشمعه جنبك كده وكتاب صغير بتجيبه. يعني مش هنقول لك جاكوزي مثلا، لا خليه بانيو يا عم. بس لا، الجاكوزي مش حلو، ما بحبش الجاكوزي. بس يعني خليك ايه في اللذيذ كده، بلاش القعده. الجاكوزي دي يعني بص انا هقول لك على حاجه، الجاكوزي ده اختراع فاشل بصراحه. والله اختراع فاشل. ايه ان انا في الحمام وماتور شغال صوته عالي، صوته عالي وبتاع، وميه بتخبط. ايه يا عم الميه ما فيهاش، والميه ليه ربنا خلقها ما تخبطش في الانسان؟ اللي هو فكره الريلاكسيشن نفسها اللي هي مش محتاجه صوت، يعني انت عايز حاجه اللي هي كده ريلاكسيشن، يعني انت قاعد برنس كده بذات نفسك. طبعا القعده نفسها بقى ديت حاجه مش ريلاكسيشن خالص.
طبعا. تمام؟ فطبعا دي كارثه يعني. فيا ريت يا ريت يا ريت يا ريت فعلا نبعد. ده بالنسبه للناس اللي هم اللي احنا بنتكلم بالله. في ناس بقى تانية يعني واحد مثلا عنده سكر لا قدر الله. يعني السكر برضو يعني دكاتره البطن بقى كلكم عارفين كده ان هو مريض السكر دايما بنحاول نديله مولينات. طبعا ده عنده كرونيك كونستيبيشن يعني دايما مزر. دايما انا دايما بنصح بقى دايما اللي هو يعني مريض السكر زي ما بنروح لدكتور البطنه يا ريت يا ريت يا ريت نزور برضو دكتور التغذيه مره مثلا كل 6 اشهر ولا مره كل سنه حتى عشان خاطر بس نعرف يعني نعرف او يعني يعني نحاول افويد بقدر الامكان الادويه اللي هي مستمره ل للكمولينات. لان يعني برضو تخيل انت واحد بيصحى كل يوم الصبح بياخد علاج للسكر او بيصحى صبح وبالليل بياخد علاج وياخد علاج للمولينات وبتاع حاجه كده برضو حياه مش لذيذه. فحاول بقدر الامكان ان انت يعني لو قدرت تشيل المولينات وتخلي دكتور التغذيه يعرفك تاكل ازاي يا ريت يا ريت والله العظيم ده يبقى يعني حتى انت هتبقى هتحب القصه دي. فالقعده الفتره الطويله دي بتبقى ساعات غصب عنهم فربنا يعني ربنا يشفيهم. ازاي البواسير بتتكون؟ البواسير هي دوالي دم بيدخل الاوعيه الدمويه لما بيجي يرجع في الاورده ما بيرجعش بشكل كويس ما بيرجعش بشكل سريع فبيتجمع فعباره عن دم بيبتدي موجود بيزيد الضغط جواه يبتدي يضغط على الاغشيه المخاطيه وفي اغشيه مخاطيه بتبقى ضعيفه فيبتدي يعمل لها زي بالجنج او اللي هو يزقها او يكبرها في الحجم او الكلام ده كله. بتبتدي الاول كبواسير اللي هي جوه القناه الشرجيه دوك المريض مش حاسسها خالص وبعد كده تبتدي تخرج او تخرج وترجع مع الديفيكيشن او مع عمليه الاخراج بعد كده تبتدي تخرج والمريض هو اللي يرجعها بايده وبعد كده ساعات بقى اللي هي خالص بقى مرحله اخرانيه اللي هي بتخرج والمريض بيحاول يرجعها خشي لا مش داخله خشي مش داخله خلاص هي خرجت بره مش هترجع تمشي. تمام دي الدرجه اللي هي الرابعه. ده هي ببساطه شديده جدا عباره عن دم بيدخل وما بيرجعش بشكل سريع. عيوب خلقيه بقى عوامل جينيه امراض حاجات كتير تندرج تحت هذه القصه. الاعراض والمضاعفات اللي تعتبر من الاعراض. نعم اعراض ومضاعفات كلينيكال بعد كومبليكيشن ساعات تبقى البرزنتيشن. يعني لو احنا مسكنا مثلا مضاعفات يعني دايما بقى نقول يعني لو حصل مضاعفات على البواسير لو احنا قلنا ان البواسير ديت حاجه ساك كده كيس كبر وخرج بره القناه الشرجيه لو حصل له تويستنج او اللي هو لف حوالين نفسه فانت منعت الدم دخول الدم عليه فاصبح في ساك مليان دم مقفول عليه هيبتدي المريض يجيب بين وجود الساك ده بره مع خروج الاستول او البراز بيبتدي ممكن يحتك بيه ممكن يبتدي يعمل له ألسر فيبتدي المريض ينزف وجود الساك ده بره بره القناه الشرجيه مش في مكانه فطبيعي جدا ممكن يحصل عليه انفكشن فيبتدي يحصل اللي هو زي ابسس او زي خراج او الكلام ده كله. فهي دايما المريض بيجي بحاجتين يا بين يا بليدنج يا الم يا دم. ممكن يعني نادرا ما تلاقي في ساعات لو بواسير درجه الرابعه مثلا انت موجوده بره والمريض مش ما عندوش مشكله انا عندي حاجه خارجه مني بس مش ولا جايبه لي الم ولا جايبه لي دم فما بروحش للدكتور عادي. هو المريض ما بيروحش للدكتور غير عشان خاطر حاجتين يا دم يا الم هم دول اللي بيجوا. ازاي نشخص البواسير؟ البواسير لا البواسير بتتشخص بالانسبكشن بالنظر وممكن نحتاج نعمل منظار شرجي. ساعات بنعمل منظار شرجي عشان خاطر نشوف الـ المضاعفات. طبعا برضه بقى في برضه فحص شرجي بقى موجود لازم نعمله عشان خاطر نشوف لو كان في اي اسباب تانية او كده ولكن يعني انا دايما بفضل برضه المنظار يعني كان زمان الفحص الشرجي ده جزء رئيسي بنعمله عشان التكلفه بتاعت المريض او الكلام ده كله ولكن يعني التكلفه بتاعت المناظير ما بقتش عاليه قوي فممكن نعمل مناظير طبعا لعيانين احنا معينين احنا شاكين في مشاكل معينه. التقدم المذهل في طرق علاج البواسير البواسير من الحاجات اللي استفادت من التكنولوجيا. التكنولوجيا دايما بتبحث عن حل المشاكل. فالبواسير كانت حلها قبل كده حل الدوائي والجراحه التقليديه. فكون ان التكنولوجيا بتسعى لحل كده بقى اذا كانت الجراحه التقليديه كان فيها مشاكل. مشاكل الجراحه التقليديه كانت هي طول فتره النقاهه بشكل كبير قوي والالم ما بعد العمليه كان بيبقى بشكل كبير جدا فكان دايما سمعه البواسير الالم ما بعد العمليه وفتره النقاهه كانت دايما مخليه الناس ما تحبش تعالج. فبدات بقى التكنولوجيا بدات تجري بقى ورا القصه ديت. ابتدينا الاول مثلا الحلقه المطاطه ديت عباره عن حلقه كده بتقفل يعني بنحطها على البواسير تقفل المكان اللي هو الدم اللي داخل لحد ما البواسير تقع لوحدها. طبعا دي كانت محدوده الاستخدام جدا لبواسير الدرجه الاولى الداخليه وما كانش ينفع لكل الحالات. بدانا مثلا للليجا شور بدانا للدباسه
بدأنا فكروا شويه طب ما نحقن حاجه ماده كده تقفل الشريان ويحصل سكلروز او يحصل الشريان ده يتقفل والبواسير تحصلها سلافنج وتقع لوحدها. كل ده يعني كل ده تكنولوجيا العلم بدأ يفكر فيها من القرن اللي فات. يعني من القرن العشرين او اخر القرن العشرين بدأ العلم بدأ يفكر بهذه الطريقه وبدأت تحصل جنبات في هذه القصه. يعني القصه بدأت تقدم طبعا. الحاجتين اللي هم يعتبروا من السوبيرور او اللي هم الحاجات اللي هي احسن حاجه بقى دلوقتي موجوده ويعني دايما اللي هو على مستوى العالم تلاقيهم هم دايما بيناطحوا الجراحه التقليديه في الاعداد اللي بتتعمل والنتائج اللي موجوده هم الليزر والدوبلر. كل واحد منهم ليه ميزه عن التاني بشكل كبير قوي. هنمسكهم بسهوله شديده. نحط عنوان كده علاج البواسير بالدوبلر. الدوبلر ده احسن جهاز. الدوبلر ده مش اسم الجهاز، الدوبلر ده اسم التكنيك. الدوبلر ده عباره عن اشعه تلفزيونيه بتحدد الصوت اللي بيصدر عن سريان الدم في الشريان. كلام جميل. احنا حددنا الشريان ده بيصدر منه الدم في الحته الفلانيه، بندخل بناخد عليه غرزه جراحيه نقفله تماما وبنرفع بقيه البواسير بغرز جراحيه. ميزه الدوبلر وان هو جهاز عبقري جدا ان مفيش اي جرح خالص. الميزه بقى بتاعته امتى نقدر نستخدمه؟ الدوبلر نقدر نستخدمه في البواسير الداخليه. معنى كلمة بواسير الداخلية اللي هي المنشأ بتاعها القناة الشرجية العلوية، مش معناها اللي هي جوه القناة الشرجية، يعني ممكن يكون بواسير من الدرجة الرابعة بره القناة الشرجية ونستخدم فيها الدوبلر، لأن هي المنشأ بتاعها القناة الشرجية العلوية. لو أنا خدت الغرز بتاعتي كلها فوق الدنتيت لاين، إحنا بقينا شطار بقى وعارفين كلنا اللي إحنا الحمد لله إن القناة الشرجية العلوية مفيش فيها إحساس بالألم. فإذا المريض دوت المفروض إن هو ما يحسش بالألم، المفروض إن هو من أول يوم بينزل يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، والدوبلر أصبح تكنيك على مستوى العالم بشكل كبير وموجود واصبح اللي هو كمان ليه ادفانتج كتيره جدا. ده يعتبر تكنيك عبقري، ولكن مشكلته ان هو بيشتغل على نص الحالات اللي هي لو البواسير داخليه. والعيب التاني بتاعه ان هو غالي شان. معلش، ما هو دايما بنقول ايه؟ ان دايما لو انت هتاخد ادفانتج عاليه لازم تكون الموضوع بيبقى غالي نسبي. تمام؟ الليزر بقى. الليزر ميزته ان هو بيشتغل على ده وعلى ده، بواسير داخليه وبواسير خارجيه، فده الادفانتج بتاعته عن الدوبلر. ولكن عيبه الليزر زي ما احنا عرفنا ان هو عباره عن شعاع ضوئي بيتسلط على الخلايا، الخلايا تمتص الشعاع الضوئي دوت، تحول الطاقه الضوئيه ديت لطاقه حراريه تبتدي تحصل اللي هو كواجوليشن او اللي هو عمليه التخثر للخلايا. الخلايا بتموت. بينزل دم وبلازما بعد العمليه، طبيعي بينزل دم وبلازما بعد العمليه، فالعيانين ساعات بيقلقوا، بس دم وبلازما مش كتير على حسب حجم البواسير. الالم بعد العمليه بيكون موجود ولكن اقل من الجراحه، مش زي الدوبلر. الدوبلر كان من غير الم خالص، ولكن ده سنه الم موجود. ليه سنه الالم موجوده ديت؟ لان في الاخر برضو هو في دامج حصل للخلايا. اي نعم دمار حصل للخلايا اقل من الجراحه، ولكن في دمار حصل للخلايا. فاصبح ان الليزر يعني لو انا مثلا هقول مثلا عيان، هنصح عيانين، عيان مثلا عنده بواسير داخليه، اعملها بالدوبلر رقم واحد، اعملها بالليزر رقم اثنين، اعملها بالجراحه رقم ثلاثه. عيان عنده بواسير خارجيه، اعملها بالليزر رقم واحد، اعملها بالجراحه رقم اثنين. ما تعملهاش بالدوبلر خالص، مش تنفعك، ملهاش لازمه. هتحس بالم وتصوت طول النهار وما استفدتش حاجه. تمام؟ فكده ده فكره الفرايتس. هو الناس لازم تفكر، احنا كجراحين لما بنيجي بننصحك بطريقه، احنا بننصحك بطريقه عشان خاطر حاجتين. اول حاجه السكيلز اللي احنا اتعلمناها والمهارات اللي احنا اتعلمناها. فكل واحد بينصحك بالطريقه اللي هو يقدر يديك بيها نتائج كويسه. زي ما هو شايف، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا كدكتور وانت كمريض، احنا الاتنين لينا هدف واحد، اللي انت يبقى الالم بتاعك بعد العمليه يكون اقل ما يكون، وان مضاعفات تكون اقل ما يكون. فانا لما بنصحك بقول لك اعمل واحد او اتنين او الكلام ده كله، بديك ادفانتج كتير. ولازم العيان لازم، يعني انا ما بحبش بقى فكره ان هو العيان يجي يقول لك ايه اختار لي يا دكتور، ما فيش الكلام الفارغ ده خالص. بص يا حبيب قلبي، انا هشرح لك واقول لك 1 2 3 4، واحنا الاثنين لازم نقعد نختار مع بعض الطريقه المفضله اللي تنفعنا احنا الاثنين نقدر نشتغل بيها ونطلع احسن نتائج. لازم يكون ليك راي ويكون ليك دور معايا، ده المفروض. ما ينفعش ان انا اختار لك، يعني انت احنا ما عندناش حاجه واحده بس، احنا عندنا كذا حاجه، فلازم نختار مع بعض. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور احمد ابراهيم استاذ الجراحه القدير، كان ضيفا في واحده من حلقاتنا المهمه عن واحده من المشاكل الكثيفه الانتشار، كثيرة الانتشار، مسكوت عنها، مهملة، البواسير. أرجوكم يعني في 2019 لما أقول البواسير عاملة مضاعفات، دي في العلم تعتبر سكندال، فضيحة علمية، يعني حاجة كده ما بتشافش غير في بلاد الواقع. فأرجوكم خلي بالكم من صحتكم، أرجوكم يعني.
والراجل اللي بيدخل الحمام يتكلم في الواتساب مع اي حد مثلا، يعني انا بقول لك اهو في البنج، اقعد في البنج، اقعد في البنج وكلم. الانتقام هيكون مريع وهيكون من يعني من عداله السماء. ايوه هتنزل عليك صاعقه في البواسير. خليكوا دايما مع الناس الحلوه. كلمه قسطره طرفيه يعني ايه؟ القسطره الطرفيه هي هتتعمل للعيان اللي عنده انسداد في الشرايين. في كلى ممكن تكون متاثره وانا مضطر لازم اعمل. تمام. ايه الوضعيه؟ ممكن ان احنا نستخدم الغاز بدل من الصبغه علشان اعمل اعتام للدم وبالتالي ابتدي احل المشكله بتاعه الصبغه. دي الصوره اللي على الشمال دي باستخدام الصبغه المعتاده اللي هو الايودين اللي فيها ايودين، اما اللي على اليمين ديت باستخدام السي او 2. مين العيان اللي لازم ناخد بالنا منه قوي في الشرايين الطرفيه؟ عيان بيكون متقدم في السن ففي تصلب، يكون مدخن شره، ورقم 3 عنده سكر وعنده ضغط، وبالتالي شرايين الكلى بتاعته اكيد متاثره.